بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، شوطنا 18 ينطلق بحفظ من الله ورعايته. شوطنا 18 مخصص للجعدان، آخر أشواط الجعدان، نذهب إلى الصدارة ومقدمة هذا الشوط. معاند لسيف بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي، والمركز الثاني، ثاني مراكزنا الشامي لسعيد بن سالم بن سهيل العامري، والمركز الثالث، ثالث مراكزنا مطفي لخادم بن سالم بن علي العويسي، والمركز الرابع، رابع مراكزنا شوف المركز الرابع هملول لمحفوظ بن خميس بن علي الجنيبي، والمركز السادس، سادس مراكزنا مرموق لعبيد بن سلطان بن عبيد بن رشيد، والمركز السابع، سابع مراكزنا مرعب لحمد بن مبارك بن حمد بالقرين العامري، والمركز الثامن، ثامن مراكزنا مليح لعلي بن سالم بن مبارك المنصوري، والمركز التاسع، تاسع مراكزنا جلمود محمد بن عبيد بن خلفان الشامسي، والمركز العاشر، مياس لعلي بن حميد الرزي الشامسي. هكذا كانت نتيجتنا، ذعناها عليكم بالوفا والتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي. نعود إلى الصدارة ونعود إلى مقدمة هذا الشوط. معاند لسيب بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي. الله يا بن دري. الله يا بن دري. ثاني مراكزنا، المركز الثاني مطفي لخادم بن سالم بن علي العويسي، المركز الثالث، ثالث مراكزنا بدأ يتسلل من موقع إلى موقع الشامي سعيد بن سالم بن سهيل العامري، والمركز الرابع، رابع مراكزنا جلموت لمحمد بن عبيد بن خلفان الشامسي، والمركز الخامس، الله يا مياس لعلي بن حميد الرزي الشامسي، المركز الخامس ولا السادس، سادس مراكزنا متعب لعبد الله بن راشد بن نايح الاغفلي، والمركز السابع، اشوف المركز، هملول محفوظ بن خميس بن علي الجنيبي. شوف اللي واصل من الجانب الآخر، مشغل خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري. هكذا كانت نتيجتنا، ذعناها عليكم بالوفا والتمام. الله يا الشامي. من يسيطر الشامي لسعيد بن سالم بن سهيل العامري، المركز الثاني، ثاني مراكزنا معاند لسيب بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي، وخليفة بن عبيد بن خليفة الحميري من الجانب الآخر. الله يا الشامي. سلامي عليك يا الشامي. لسعيد بن سالم بن سهيل العامري، سلام. الله شكرا على هذا العرض الجميل، وهذا العرض هذا العرض الجميل. بسم الله ما شاء الله. الشامي السعيد بن سالم بن سهيل العامري، وتهانينا، والناموس المركز الثاني، لعلي بن حميد الرزي الشامسي، المركز الثالث لمحمد بن علي بن عبيد بن رشيد، والتوقيت الزمني 4:34:37 جزء من الثانية، وتهانينا والناموس.